رايح عطاء، 6 سنين متجوز وما فرحت بولد، من مصيبة من دكتور لدكتور من دكتور لدكتور وما في أي نتيجة. والله شي بطقق المصيبة، عم بشوف العالم، هذا عنده ولدين وهذا 3 وهذا 10، لك جارنا عنده 11 12 ولد، ما بعرف شاب. مساء الخير جاش. اهلين جاش. الحمد لله. شو شخصك؟ شلونك انت؟ الحمد لله رب العالمين، شكرا لله. سلامة جار، كانت كلمتين عزيزين بعدتنا. ايش شعري؟ قول لهم ياخذوا الطريق وطرقوا الكلب لجوا كلياتكم. معلش عزيزين، يلا جاري ولا يلا يلا يا جماعة. اهلين جار، تفضل يا رب. تفضل الله يسلمك. السلامة والله، الله يسلمك، شرفتنا والله. تسلم والله يا جار، واحلى جار. من ميت السلامة، شو اخبارك؟ كيف صحتك؟ الحمد لله عم ندفش. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. جار، كان بدي منك طلب، يعني خجلان والله. جار، اذا مصاري لا تفكر، عائله كبيره وعلى الاخير والله. لا يا جار، لا لا يا جار، الحمد لله رب العالمين. يعني لو في والله من عيني يعني، بس تسلم والله. بعرف ما بتقصر، بس لا، مو موضوع مصاري، ما جايك مشان موضوع مصاري. لك جايك، انت عندك عائله كبيره ما شاء الله، وانا مخصوص هذا. لا لا لا، مساعده، ما باخذ الطاول. لا 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 لا، تحاول ابدا. لا يا جار، لا جاي مشان، لا بدي ادين مصاري ولا بدي اعطي مساعدات. الحمد لله رب العالمين، وضعك ممتاز واما احسن ما يكون، بس انا جايك موضوع شوي محرج. ايش قول، ما في احراج، الرجال مثل بعضية. خيو القصه كالتالي هي، تفضل. انا صار لي 6 سنين متجوز بالعنن، الله يهنيك. ان شاء الله ان شاء الله جسد الدهر. تسلم يا رب. بس مو المشكله، انا عندي مشكله اني بهال6 سنين ما عم بخلف، ما اجاني اولاد ولا ولد ولا ولد والله يا جار. فشفت انه ما شاء الله عندك انت 11 ولد، مدري ما بعرف كم ولد، ما شاء الله. هذيك مره شفته 11 و12 جاء على الطريق، ما شاء الله. وكان ما شاء الله يكبر عزك ودلالك ان شاء الله. الله يسلمك يا بس بدي اياك تعلمنا، ساونا جاي، بدنا اياك بس تعلمنا الطريقه اللي شلون عم تحسن تجيب كل الاولاد، يعني يعني عم تاخذ حب شيء، علمني بس بدي شلون بتعمل. يا زلمه، هنا حب بدك تبلينا حب، ايش يا زلمه؟ ما شاء الله وكان خلط. الله، لا اله الا الله، بس بدي انا الطريقه اللي انت عم تحسن تجيب فيها. فهمت علي؟ خلاص وصلت ان شاء الله. ان شاء الله، هذا العشم يا جار، هذا العشم. اسمع وتعلم. معك جار. كل اذان فاضيه. اول شيء بتحط ادويه حمر الصفر، يعني ادويه تشعل تطفي. تمام. تمام؟ تمام. تمام. ثاني شيء بتجيب هيك يعني مشروب، بيرة، فستو، بندو، فواكه، بزر، هلا امور كلها بتحط طاولة كبيرة. تمام. حلو؟ تمام، حلو لهون الموضوع. او بتجيب مستورة مرتك، ايه، بتخليها تلبس الروب احمر حلو. تمام. وبتطفي بس بتضعيف الاضوية الرومانسية.
تمام. بتحط موسيقى حلوه هاديه مشان الجو الحلو. تمام شيء حلو والله شيء. وبتقول لها للمستوره مرتك تتشطح على التخت. تمام. وبعدين انت بتجي وتصرخ لي.